السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء متميز، وفعلا كل حد فيكم رح يحتاجه. موقع من أجمل المواقع يلي صادفتها، اللي بتقدم لي الرسوم التوضيحية المجانية بتقنيات جدا عالية، بتمكنني من صناعة محتوى إبداعي على برنامج الباوربوينت بدون ما أنا أضطر أني أعلي مستوى مهاراتي في الرسوميات بالعموم. كيف ممكن إحنا نستخدم هذا الموقع ونحمل منه الصوريات ونعمل عليها بعض الانيميشن والأحياء والحركة على السلايدات أو الشرائح في مشاريعنا على برنامج الباوربوينت، وكيف ممكن فعلا نحن نطلع مشروع متكامل وغاية بالجمالية لكن بأدوات جدا بسيطة وباستنادنا فقط على موقع بسيط. قبل ما نبدأ أحبائي بلقائنا اليوم، أطلب منكم تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد، وأيضا لا تنسوا زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر وممتن لحضراتكم بدعمي على الحكاية. ويلا مباشرة نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي بلقائنا الجديد. موقع ستوري سيت من أجمل وأروع المواقع يلي بتقدم لي الرسوم التوضيحية بشكل مجاني وبتقنيات جدا رائعة. هذه الرسوم اللي أي حد فينا بيصادفها، وكنا حقا وفعلا نتمنى نصل إلى هاي الرسوميات، وكانت في بعض الإضافات يلي نحن صادفناها في برنامج باوربوينت كانت هاي الرسوميات مأجورة ومدفوعة. فبهذا الموقع فيك تحمل أي رسم توضيحي ونعمل منه رسم حركي أو إنشاء حركة على الرسوم التوضيحية، وهي بالمجان بالكامل. كيف ممكن إحنا نصل لهذا الموقع؟ فقط انقر على الرابط الموجود في وصف الفيديو لتوجهك مباشرة إلى موقع ستوري سيت. الآن كيف ممكن أتعامل مع الموقع؟ طبعا أنت في عندك حق للسيرش مشان تبحث عن أي منتج، أي عائلة، أي فكرة تحب أنت تدور عن شيء مثيل ومشابه يلي بيخدم موضوعك ومشروعك على برنامج الباوربوينت. أو بإمكانك تتجول ضمن ستايلات، على سبيل المثال رح نشوف بعض ستايلات الجازم. هذه ستايلات فيها الألوان تمام، والقوالب والرسوميات كلها جاهزة. تمام، هذه بعض الستايلات. عندي هون موضوع تشينج كلر، بإمكانك أن تتغير العائلة اللونية، تختار أي لون للصور اللي أنت بتحب أنك تحمل صورة بأي نطاق لوني، وليكن على سبيل المثال خلينا نختار هذا اللون. الجميل أيضا موضوع الباك جراوند، أنت فيك تختار من هيدي الصوريات تحمل بدون باك جراوند، يعني هايدن إخفاء للخلفية للرسومات التوضيحية، أو سيمبل يكون جدا بسيطة، أو يكون موجودة ومتاحة الخلفيات مثل ما أنا شايفين الخلفيات. فإذا كان ركزنا على بعض الصوريات وعملنا هايدن للخلفيات فمنشوف الخلفيات تم إزالتها وبقت عندي فقط الصورة. فأنت بتحدد المساق اللي أنت محتاج تحمل الصورة من خلاله. نفس المبدأ عندي هون شيء اسمه تاجات، يعني انت بيكفي فقط بدون ما تلجأ الى حقل البحث وتحتار عن شو راح تبحث. يعني اذا انت في مجال التكنولوجيا انقر على التكنولوجي تلقائيا راح يقدم لك كل الانماط للرسومات التوضيحية يلي تحت عنوان تكنولوجي. نفس المبدأ اذا حبينا نبحث عن شيء من السوشيال ميديا او الاونلاين او الانترنت او السيتي مدينة، فود طعام، كار سيارة، يعني اي شيء، ادوكيشن تعليم، ماركتينج تسويق، بزنس اعمال، اي شيء او اي موضوع، اي قسم بتحب انت تبحث عنه رح تصادف العديد من الصوريات المجانية. الان اصدقائي على سبيل المثال خلني اتوجه وليكن على قسم الادوكيشن. تمام، وخلني اختار عائلة لونية انا بحب اني احمل الصورة بهذا اللون، وليكن على سبيل المثال هذا اللون فيه غمق شوي. نبحث عن بعض الصوريات ربما تناسب الموضوع، وليكن على سبيل المثال عندي هاي الصورة. اصدقائي لما رح انقر على الصورة، هذه صورة المعلم، تمام، بلاحظ في عندي خيارين للتحميل، عندي خيارين للتحميل. خيار البي ان جي هو عبارة عن صورة مفرغة، وكل تعلمنا من قبل كيف ممكن نحن نتعامل مع صور البي ان جي. لكن الحتة اليوم والإضافة الجميلة اليوم يلي رح نستفادها كقيمة إضافية في برنامج باوربوينت هي صوريات
SVG يعني صوريات قابلة للتعديل عليا، قابلة لفك التجميع عليا إلى مكوناتها الجزئية البسيطة. كيف ممكن حمل ملف SVG؟ ويا هل ترى باوربوينت بيدعمه بيقبله؟ طبعا باوربوينت بيدعم ملفات أو صوريات يلي بتكون بنوع أو بامتداد SVG. رح أنقل لي مرة واحدة، رح يعطيني مباشرة المسار لحفظ الملف. نختار ديسكتوب وأنقر على المفتاح سيف. نتوجه إلى برنامج الباوربوينت، ونتوجه إلى أدراج بكل بساطة إلى صور، ومن ثم صور من هذا الجهاز. نروح إلى سطح المكتب يلي محمل عليه الصورة اللي أنا محتاجة. خلني أحدد الصورة وأنقر على مفتاح الإدراج. نشوف الصورة أجتني مثل ما هي، مع أنه هي عبارة عن ملف SVG. الآن يا أصدقائي، هاي الصورة عبارة عن كتلة كاملة. كيف ممكن أنا أجزأ الصورة لحتى أطلع منها مكونات وأبدأ بإعطاء الانيميشن على أجزاء الصورة؟ لاحظ، انقر باليمين، نتوجه إلى تجميع وبختار فك التجميع. باختصار فك التجميع رح يعطيني رسالة عبيقلي هذه الصورة مستوردة وليست مجموعة، هل تريد تحويلها إلى عنصر رسومي في مايكروسوفت أوفيس؟ يعني أنت لازم تعمل لعملية تحويل إلى شكل لحتى يقبل معك فك التجميع، تمام؟ فأنا رح قل له نعم حولها إلى شكل. بنقر باليمين مرة تانية، ومن تجميع هلأ بختار فك التجميع. بنلاحظ مباشرة أنه تم عزل أجزاء الصورة بشكل جدا 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 جميل، مثل ما أنا شايفين بالضبط. الأجزاء اللي أنا محتاجة بجمعها لحال، والماني محتاجة بقوم بإزالتها ونبدأ بإعطاء الانيميشن على كل جزء لحال. خلني أعمل Ctrl Z ولحتى نتعلم كيف ممكن نتعامل مع هذه الرسوميات. خلي بمعلومة، كل صورة أيضا عبارة عن مجموعة، لاحظ كل هذول الأجزاء مثل ما أنا شايفين عبارة عن شو؟ عبارة عن رسوميات تم تجميعها لحتى أعطاني هذا الشكل. خلني أختار Ctrl Z لحتى ما نشوه الصورة كاملة، وCtrl Z. أصدقائي، نتوجه إلى قائمة الشريط الرئيسي، ومن تبويب الترتيب الشايفينه هون بجي بختار أو بنفعل جزء التحديد. أصدقائي، بعد ما فعلنا جزء التحديد خلنا نتوجه إلى هيدي المفاتيح الأسهم ونسكر التبويبات كاملة. خلنا نسكر كل هاي التبويبات، تمام، لأن كل مجموعة هي عبارة عن أكثر من حركة أو أكثر من شكل، يعني مثل ما حكيت بالضبط، يعني هيدي الشخصية عبارة عن أكثر من جزء، تمام. فنحن الآن فقط عنا عبارة عن تبويبات، عبارة عن مجموعات، يعني رسم 214 عبارة عن عنوان للجروب يلي مجمع فيه كل هيدي الأدوات اللي مطلعت لي الشكل كامل، تمام. الآن لو أخفيت الأشكال كاملة، خلنا نخفي الأشكال ونظهر شكل شكل أو مجموعة مجموعة أو جروب جروب لحتى نشوف كيف ممكن نحن نشتغل عليه. خلني أظهر الخلفية، نظهر معها كمان الأرضية، عندي الزراعة كمان موجودة هون، وعندي هذا الخط يلي قاسم بين الأرضية والحائط، تمام يا أصدقائي. هو رح يبدأ عندي الأشكال، هدول كله رح أجمعهم مع بعضهم البعض وبختار Ctrl زائد G، يعني يعمل لي إياهم جروب واحد. كلهم شو صاروا؟ صاروا عندي جروب واحد، تمام. رح أبدأ بإعطاء حركة لهذا الجروب، وأنا أحدد عليه طبعا، متوجه إلى حركات، وخلني أختار على سبيل المثال تحريك للداخل، وخلي يختار وليكن على سبيل المثال من أعلى اليسار. متوجه إلى جزء الحركة بنفعله، تمام، وبنفوت إلى خيارات التأثير أو خيارات الحركة، وسب إلى النهاية رح نزيد شوي لحتى يعمل شوي ارتداد عندي بي، لما يوقف الحركة يعمل ارتداد عند النهاية يعطي جمالية جدا رائعة. البدء خلي يكون مع السابق، والسرعة خلنا نختار متوسط لنشوف كيف رح يكون معنا التأثير. لما رح نشغل رح نشوف هيدي الجمالية، يبدو انه هو بطيء شوي، رح نعطيه ايضا شوية سرعة اضافية، ممكن نختار سريع. الحركة صارت معي الان بهذا الشكل بالضبط. بعد ما انتهيت من الخلفية خلني اظهر المجموعة الثانية يلي بتطلع لي مثلا عندي على سبيل المثال الطلاب، عندي مثلا السبورة، تمام. نفس المبدأ، بجي بنقر على المجموعة الأولى يلي كوننا منها الأدوات الخلفية والأرضية والزراعة كمان، وبجي بختار الناسخ الحركة، ناسخ الحركة ومنطبقه على السبورة. بعد ما ظهرت السبورة خلني أرجع أظهر كمان، خلنا نظهر المقاعد أو الطلبة بنفس المبدأ، نختار ناسخ الحركة، نعمل دبل كليك عليها وبنقر على الرسم الأولى أو الطالب الأول ومن ثم الطالب الثاني.
طيب بقي عندي الآن الشكل الأخير اللي هو المعلم، نفس المبدأ بختار أي شكل ناسخ الحركة ومنطبقه أيضا على المعلم. الآن أنا محتاج أنه الرسوميات كلها تظهر، لكن بعد بعضها بحتة إضافية بمعنى التأخير، بمعنى التأخير. فبكل بساطة أنت فيك تنقر وتسحب شوي للأمام، يعني ما راح ناخذ الآن مفاتيح، حرك فقط شوي للأمام بحيث أنه يكون عندي هون عفوا نسبة التأخير، يكون في عندي نسبة التأخير بسيطة لكيفية بدء الحركة لكل مجموعة. الآن نحن لو شغلنا رح نشوف كيف الحركة وجمالية الحركة وصلت معنا. خلنا نشغل مرة تانية مثل ما أنا شايفين أصدقائي بالضبط. أنا محتاج الآن بعد ما تدخل كل هذه الأشكال عندي السبورة أبدأ لها بوضع حركة. هذه السبورة خلني أعمل لها حركة وهي موجودة على الشاشة، فبتوجه إلى إضافة حركة، ومن حركات التوكيد خلني أختار نمو وتقلص. نمو وتقلص العنصر الرئيسي رح يكون هو السبورة، تمام. بخلي يكون أيضا مع السابق، موجودة كمان مع السابق، وبعمل نسبة تأخير بسيطة لألا بعد ما يتم يعني سرد أو دخول كل الشخصيات والأشكال باللوحة. بتوجه إلى خيارات التأثير، عندي الحجم خلني أختار التكبير وليكن بنسبة 110%، ونختار عكس تلقائي، والسرعة خليها مثلا بطيء شوي، والتكرار حتى نهاية الشريحة. طالما نحن موجودين بالشريحة هاي السبورة تظل متحركة. الآن نحن لو شغلنا لحتى نشوف معنى التأثير على الشكل التالي وبهيدي الجمالية. طبعا السبورة متحركة فيك تسرعها أكثر من هيك مشان تكون طبعا هي واضحة أكثر من هيك. خلنا نسرع أصدقائي ونشوف موضوع السرعة كيف رح يكون معنا لما رح أعطيها مثلا متوسط، وخلنا نشغل العرض مرة تانية، فرح نشوف الحركات والأشكال والرسوميات صارت معنا بهي الجمالية. وأنا فعلا كباوربوينت ما اشتغلت أي شيء وما تعاملت مع أي شيء من الرسوميات. بإمكانك أنك تضيف العديد والعديد من الأشكال. خلنا نأخذ مثال آخر، أنقر باليمين ونأخذ شريحة جديدة، وبتوجه إلى الموقع نفسه. خلني أسكر مكان تحميل الصورة، وخلنا نبحث على سبيل المثال عن السوشيال ميديا. على سبيل المثال وليكن خلنا نختار أي مجموعة من هدول المجموعات، خلني أختار على سبيل المثال هذه الصورة. طبعا بنختار داونلود SVG وليس BNG، تمام. هذه فقط لا تنسوا ليها، وهي القيمة الإضافية اللي كانت معنا اليوم. بنقر على المفتاح وبنختار مكان التحميل، وبنقر على مفتاح سيف. بتوجه إلى برنامج الباوربوينت مرة تانية، وبتوجه إلى أدراج وإلى الصور، صور من هذا الجهاز. وبنروح الآن بنحدد الصورة يلي حملناها، طبعا هي بلاحقة الـ SVG، وبنقر على أدراج لحتى تعطيني الصورة الآن مثل ما أنا شايفين بالضبط. أول خطوة مثل ما تعلمنا تحويل إلى شكل، تاني خطوة أنقر باليمين ونختار فك التجميع، تمام يا أصدقائي. الآن صار في عندي عبارة عن شو؟ عن مجموعات مثل ما أنا شايفين بالضبط. لحتى أنا ما أغير بترتيب الصورة بلجأ إلى جزء التحديد، خلني أسكر العلامات يلي هون لحتى أنا أطلع فقط العناوين الخاصة بالمجموعات. فبنتعرف على المجموعات وحدة وحدة. أول شيء بنسكرهم كلياتهم، تمام. أبدأ بيظهر المجموعة الأولى، هيدي المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة اللي هي الخط الرسم. هون عندي التليفون، هون عندي الأيقونات السوشيال ميديا، وهون عندي الشخصية. إذا عندي الآن هدول الأشكال ببعض البعض، بجي بحددهم وبعملهم جروب كنترول زائد جي، صاروا عندي جروب واحد، تمام. طيب الآن بتوجه إلى حركات وبناخد تأثير وليكن عائم إلى الداخل، معنى بهذا الشكل. تحب يكون عندك من الأعلى أو من الأسفل، ما في مشكلة بالموضوع. خلني أختار أنا مثلا عائم للأسفل، تمام. نتوجه إلى خيارات التأثير، ونتوجه إلى توقيت، ونجي نختار السرعة ولتكن عندي إياها سريع، وبجي بختار البدء يكون عندي إياه مع السابق، وأنقر على المفتاح الموافق. الآن الكتلة يلي بعدها، خلني أسكر المجموعة كاملة. الكتلة يلي بعدها هي الهاتف، تمام. بنقر على الهاتف وخلني اختار له تأثير دخول، ونشوف تأثيرات الدخول. ربما انا اختار مزيد من تأثيرات الدخول، عندي تكبير وتصغير مثلا، انقر على موافق. وعندك مثلا وسط العنصر او وسط الشريحة، راح اتركه شكل افتراضي وسط العنصر الان، تمام. ونتوجه الى خيارات التأثير، عندي التوقيت خلي يكون عندي اياه مثلا فقط سريع، وخلي يكون مع السابق. لكن موضوع التأخير انا راح
قدمها شوي، أو فيك تغير المدة الزمنية من هذا المكان لحتى يتم ظهور الهاتف بعد ما يتم ظهور الخلفية. الآن إحنا لو شغلنا راح نشوف ظهرت معي الخلفية، ومن ثم ظهرت معي أو ظهر معي عفوا الهاتف. نجي الآن نظهر المجموعة اللي بعدها، هي أيقونات السوشيال ميديا. هي أيقونات السوشيال ميديا، راح أتركه للأخير. راح نظهر الآن الشخصية تمام، وبعد منها نجعل الصوريات الخاصة بأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حركتين على الشاشة إضافيات. تحدد الشخصية ومتوجه أيضا إلى مزيد من خيارات التأثير، وخلني أختار التكبير والتصغير نفس الشيء كمان نفس المبدأ، ننقل نكرتين لحتى أتوجه إلى خيارات التأثير، وبنختار التوقيت يكون عندي أيضا سريع ويكون مع السابق، وبابس أنه أنا أعمل شوية تأخير، يعني بعد ما يتم عرض الهاتف يتم عرض الشخصية. بعد منا راح أظهر الأيقونات الموجودة بهذا المكان، بحدد عليهم وبتوجه لإعطاء حركة. أيضا راح نختار على سبيل المثال تحريك للداخل تمام، وخلي يكون عندي مثلا من اليسار أو من أعلى اليسار بهذا الشكل، ونتوجه إلى خيارات التأثير. خلي يكون في عندي وسب إلى النهاية، والتوقيت خلي يكون عندي فقط سريع تمام يا أصدقائي، وخلي يكون أيضا موجود مع السابق، وأنكر على موافق تمام بهذا الشكل. إذا كان عندي فيه سرعة فينا نبطئ شوي كمان موضوع السرعة، خليها متوسط ربما يكون الوضع جميل أكثر. تمام، الآن راح أختار موضوع المدة الزمنية أو التأخير بعد ما يتم عرض كل الأشكال، والشخصية يتم عرض شو وسائل أو أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي. برجع بحدد عليها مرة تانية، وبجي إلى إضافة حركة، ومن توقيت خلني أختار على سبيل المثال تأرجح، وبجي إلى خيارات التأثير، والتوقيت راح يكون عندي أيضا مع السابق، ويكون عندي وليكن بطيء، والتكرار حتى نهاية الشريحة. خلنا نشغل الآن ونشوف. فحركاتنا صارت للأشكال بهيئة الجمالية يا أحباب القلب. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم، وحتما وكونوا على يقين أبحث دائما لحتى أقدم لكم الشيء فعلا يلي بيميزكم في ميادين عملكم، سواء كان في المؤسسات، في المنظمات، في مراكز تدريب، في المدارس، للمعلمين، أيا يكن بطبيعة عملك وأيا يكن جمهورك، أنت دائما تستحق الأفضل من أحمد صالح. لا تنسونا من تفاعلكم والدعم، وألقاكم على خير، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.